السريع عشان الوقت ضيق معنا. أول المشاركين، أول المشاركين تفضل يا تركي. تركي مطيري طيب. أول المشاركين طيب. تنبيه بسيط، تبون ناخذ تقييم الهاشتاج زيادة ولا ناخذ أفكار من الهاشتاج أو اقتراحات؟ بالعكس، إذا في آراءات في اقتراحات والله الوقت لك. الوقت الوقت صراحة يحكمنا، فلعلها تكون طيب يعني. ناخذ الهاشتاج بعد المشاركات طيب. أفضل طيب. طيب. أسلم. أول شيء نحيي إخوانا المتسابقين ورحب بالشيخ بدر حسين أبو عبد العزيز، إضافة كبيرة بالنسبة لنا ودافع معنوي يعلم الله لنا كمتسابقين وكلجنة. وأشكر كذلك أخوي عبد الله الحافي على المبادرة الطيبة، وأخوي ماجد النفيعي، وأتمنى من الشباب أخذ الموضوع بجدية لأن ما شاء الله الجوائز قيمة، والله يوفق الجميع إن شاء الله. عندك أبو عبد العزيز بتقول لهم كلمة، بتقول لهم شيء؟ والله ما شاء الله، أنا طبعا أشكر أخوي عبد الله على هذه المبادرة الجميلة واللي غير مستغربة منه. وطننا صراحة يحتاج منا أكثر وأكثر، ومهما قدمنا ما راح يعني نوفيه حقه وطننا. وما قصرت أبو عابد على المبادرة الجميلة، والشباب منافسة بإذن الله شريفة وكلهم مبدعين. والله الآن محتارين الحين، أنا أتوقع الإبداع كله اليوم. تفضل. عندك أولا اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا المصطفى الصادق الأمين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم. إضافة كبيرة أني أكون اليوم بجوار الشيخ بدر الحسين أبو عبد العزيز الله يسعده. أنا اللي والله والمهندس والشخص الكبير عقلا وقلبا أبو رباح، متمنيا لكم التوفيق. ومثل هالمبادرة أو الفقرة اللي هي كلمة وطن، الوطن أقول له مهما طلب منا غالي أو نفيس والله أنه تم ولبيه. يا سلام. ولا ما دام فيه قلب ينبض في هالوطن والله أنه ليبشر بعزة. يا سلام. وعلى قولتهم همة حتى القمة وأنتم قدها. يا سلام. وفقنا الله وإياكم، ويشكر عبد الله بن بندر الحافي. طبعا بداية نبدأ بأخونا تركي المطيري، تفضل تركي عندك ال... أول شيء مساكم الله بالخير، حي اللجنة الموقرة بقيادة القيصر أبو عبد العزيز. أنا على قولتهم ضيف شرف في هال. لا والله عبد العزيز، أنت نار يعني على رأسها علم يا أبو عبد العزيز. الله يسعدكم، الله يبارك فيكم. أنا من حظي اليوم أني معكم في هالفقرة. ولا يفوتني أن أشكر أخوي عبد الله على هالمبادرة الطيبة. أقل شيء نقدمه لوطننا هو المبادرات اللي مثل هذه، والحث على وزرع المبادرات في الشباب وفي الأطفال الصغار، وزرع حب الوطن في الشباب. في بداية أنا متشرف أني أنا أكون أول واحد يظهر في فقرة عبد الله، وأقول بعطيكم مطلع من عمل إن شاء الله بندشن بعد ما نخلص الفقرة. وشرف لي أني أنا أدشن أول عمل لي للوطن من خلال شاشة قناة الواقع، والله يعطيهم العافية ما قصروا. وبعطيكم بيتين منها واللحن إن شاء الله بعد ما ندشنها. يقول يا راية الحق اهتفي، والله أكبر رددي، فوق البيارق شرفي، أنا سعودي وافتخر، أنا سعودي وافتخر. سلامتكم. استاذ الله يعطيك العافية. انا بفرطت الدنيا هذه. طيب طبعا تركي المطيري كان اول المشاركين معنا، التقييم عند الشباب في اللجنة. ثاني مشاركين رشيد، ما عندك مشاركة؟ طيب عبد العزيز. اشكرك على المبادرة الطيبة فالوطن.